جديد هو أنه نعيش يوم كامل بلون معين لمدة 24 ساعة. كان يوم كتير مجنون وصارت معنا مواقف كتير مضحكة. لهيك كملوا الفيديو للأخير وحطوا لنا لايك، وأهم أهم 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 شيء أنه لا تنسوا تشتركوا بالقناة. بالبداية طلعنا لحتى نختار كل واحد منا لون. طاري اختار اللون الأبيض، وأنا اخترت اللون الزهري، وحسون اختار اللون الأزرق. وليه اختارت اللون صحيح ما في لون. طلعنا كلياتنا على خزانة ليلى حتى نجيب لها أواعي وهي تختار. ليلى تعي اختاري بدي. وهلا صرنا جاهزين، صار فينا نقلكن سلام. كيفكن على الطريق ويا رب ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. نقلكن قد الدنيا، حبكم كتير كتير يا جماعة. اليوم التحدي ناري كتير قوي، مثل ما انتم شايفين كل واحد منا اختار اللون تبعه. وهلا صرنا جاهزين لننطلق. أنا متحمسة كتير. حسون جاهز؟ ايه جاهز. أنا شايف حماس ناري. قال لي بابا شو كنت عم تقله على أواعي الأبيض؟ يعني ما في شيء إنه تاكله مع أبيض، يعني شو في شيء أبيض؟ أهلا، بس نروح على السوبر ماركت، ما إنه كل واحد منا اختار لونه، بس نروح على السوبر ماركت نكتشف. بس اللي ما بلاقي أكل اليوم يا حرام، أنا زعلان عليك. حسون كان زعلان عليك، قال إنه يا حرام بابا حيصفى بنائك. هلا بس نزل على السوق نكتشف. أنا فكرت فيها كتير منيح يا جماعة، ولهيك اخترت اللون الأبيض لأنه أنا متأكد إنه فيه كتير أكلات حلائية. بس هلا ننزل نكتشف تحت. ماما لك انا كم دي اللون البني، يعني لانه بني كل شيء شوكولا، يعني مو شوكولا. لا بس ما حلو البني. شو كمان في؟ ما في غير شوكولا. شو حضل تاكل لحمه وجاج؟ لك لا 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 تقول له لبابا لون الجاج ابيض، يعني هذا بابا لازم فيه يختار اللون الابيض، يعني جاج سن البيض كمان على فكره. ايه يعني بابا بيقدر يختار كثير اكلات. لا تقول له، وهلا بالسياره عم يستنانا. لا تقول له. ايه طيب. اقتراح يارا الاول كان انه نجي على محل فيه كتير كتير اغراض، يعني محل خبيصة بصراحة يا جماعة. فما في يارا اول شيء عم تتفرج على المقات شو احلى ونفس اللون لون زهر، يعني اسمح لك تشتري هيك شيء. حسون انت ما لقيت شيء ليلى؟ لقيت شيء جغلة. وين؟ لازم ازرق، لا تنسى انه انت لازم لون واحد أزرق. لازم بس لون الازرق لك حسون. وين؟ انا شفت في واحد احلى، انا شفت واحد احلى. اسمح لك وين؟ هذاك زهر. زهر مع ابيض. ايه بس زهر، يعني خلص زهر. بس انت انا شايف واحد هون كانه كثير حلو، بس هذا مع اسود كمان. بس هذا ايه معلش، لا بس هو ازرق، لونه ازرق شايف. واو والله حلو، بس كثير حلو هذا. بس شفتوا انا ليش اخترت اللون الابيض؟ لانه اللون الابيض هو اسهل لون، يعني شوفوا قديش كميه الشغلات اللي ممكن نلاقيها اشتريها. فهي لا اول شغله، لانه انا نفس الشيء مثل حسون. انه شو حتعمل انت اللون الابيض؟ لا اسهل لون هو اللون الابيض. يلا هيك لا هيك، يعني انا حلاقي كثير شغلات تقدر اشتريها، بينما انتم يا حرام عندكم خيارات كثير محدده. بس يا حرام ليه شوف شلون قاعده مطلع علينا. طب انت بدك مج تشربي فيه قهوه ولا تشربي حليب؟ ليه نجيب لها مج كمان تشرب قهوه وحليب؟ جيب لها العاب. خلاص ماشي، اذا لقينا العاب نشتري لك. طب هلا هذا لونه زهر ولا لونه بنفسجي؟ يعني انت وليا صار في اختلاط بالالوان عندكم، هيك غش. حتى لبستيها جاكيت زهر، يعني ما بصير هيك، هذا غش. شوف هذا. ورجيني حسن. شو هذا بابا؟ شيء ازرق. شيء ازرق، شو بدك تعمل فيه يعني؟ مو بس نجيب اي شيء ازرق. انت حتروح على تبعات جنس الجنين بابا؟ شو بدنا فيهم هدول؟ لازم شيء ازرق بس نستفيد منه. يعني فينا نحط بالون. هلا شو بدنا نحط بالون؟ خلص رح نرجعها، لا شيء تستفيد منه. واو ليا لقيت لعبتها، شوفوا اللوش. هي الموب، لا تقلي موب. خلص ليا، هي لقينا لك شغله تشتريها. يا سلام. عمري لقيت لك شيء ابيض. هلا هذا الشيء الوحيد اللي تذكرتيني فيه؟ حلو كثير. والله احلى شيء لون الزهر، شوفوا كم شغله في لون الزهر. شوفوا كل هدول انا بقدر بجيبهم هلا بدون ما طارق يحكي اي شيء، حجيب وحده من كل شغله. تقريبا انت شو جبتوا؟ شو هاد؟ والله انا طلعت مظلوم باللون الابيض، بس هلا بعوضها وقت نروح على محل الاكل. ما هي جبتها لحسون. شو هاد؟ شو بتسوي معي؟ هاي للرموش. انا مالي بنت. طيب خلاص بنرجعها. صرنا بمحل اواعي وهلا تقسمنا كلياتنا. حسون عم ينقي اواعي اللون الازرق، وطارق راح ينقي اواعي باللون الابيض. انا قاعده عم نقي لليا لانه ليا ما فيها تنقي لحالها. فلقيت كنز كثير 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 حلوه، شو ما احلاها وكثير كثير كثير موف. يا جماعه بالاغراض انا لسه قاعد عم عاني، ما عم لاقي شيء باللون الابيض، يعني الشغله الوحيده اللي لقيتها هي الكنزه، تقريبا نفس الكنزه اللي انا لابسها، يعني حتى شايفين الطاقيه. حاسس حالي انه كثير غلطت باختيار اللون الابيض. شو ما احلى هي الكنزه؟ لقيت الاواعي تبعتي هدول ارجيني انا هيك. بس نحن بالشتوية هلا صرنا معي، هو فعلا يعني لون ازرق ارجيني، بس كثير صغار عليك كلياتهم صغار. ما بعرف يعني هلا بنشوف، يعني ما عندها. واو والله هذا حلو، بس هذا فيه احمر.
انت كمان مع اليوم كان بيلبى ابيض. خلاص وفقت ايوه اللون ازرق. يلا امسكهم لنشوف بابا شو نقل هلا. شو صار معكم دي؟ طاقيه؟ ما لقيت غير طاقيه. طاقيه؟ ولقيت كنزه بتشبه كنزتي نفسها ذاتها بس لقيت بس هيك. ما حلوه طيب. طب شو اعمل بحالي؟ شوف ما احلى هاي البيجامه. واو شو عملنا هيك؟ كمان كمان استونيت طلعت شوي لفوق ما شفت. رجع طير رجع طير لشوف. واو واو يا سلام. وهي للوش لقيت كنزة باللون البنفسجي كتير حلوة للوش. انا كتير كتير حبيتها. كتير حلوة الكنزة انا حبيتها. واو يا سلام. واو وليه حتمسح لهم الارض. مبروك مبروك. لقيت هذا الكفر بس ليه عجبه اكتر يعني. بس يلا خلصنا بقى من محلات الاغراض بدنا نروح على محلات الاكل. انا جعت وانا جعت كتير. خلينا نروح بقى على محلات الاكل لازم نلاقي اكلات. شو رايك حسون؟ يعني انا جوعان. بس انا ما اظن لاقي اكلات لون ازرق. ها يعني انت كثير حيكون صعب. ايش بدك تاكل باللون الازرق؟ ما في شيء. لازم تبلش تفكر من هلا. ها ما بتعرف شو بكون عندهم. خلص هلا بس نوصل على المحل ببين معك. وصلنا هلا لمحل الاكل وتفرقنا. كل واحد لازم ينقي الاغراض ياخذها على اللون تبعه يعني. فانا هلا هون بلشت احس بالمتعه لانه هون في كثير شغلات في اللون الابيض فان الموضوع كثير سهل. هنن يا حرام يا رب حسون انا اظن حيعانوا. حتى اللوشه ما اظن في ولا اكله باللون البنفسجي. بس هلا نشوف شو حيطلع معهم. لا لا شوف شوف قلت لك عنب. واو سكي العنب. واو عنب. حروح لعند حسون شوف شو صار معه لانه يعني بصراحه ما في شيء ازرق فحابه اشوف انه شو جاب هو لهلا. حسون شو صار معه؟ ما نلعب لأي شيء يعني ما في شيء ازرق. ما جبت شيء لسه لهلا؟ يعني بجاوب. ها جبنة والله حلوة كمان منيحة جبنة. هي جبنة زرقاء. انا كثير مبسوطة. لا ازرق هذا مو ازرق. لا ازرق. حليب حليب لونه ابيض. جبنة بيضة كمان جبنة كمان جبنة موزريلا فطر ابيض. لا لا والبيض ابيض فكلياته. انا كثير مبسوط هون بالمحل. لا ما انا كلها صغار. ما بصير. لا هذا غش اسمه عم تجيب ازرق. هذا لا ما دخل علبه. شو بدنا ناكل علبه؟ شو بدنا نجيب بس اللي من قلبها. بس انت عارف شو المصيبه اللي انا صار معي؟ انا المشكله ما عم لاقي اكلات طيبه باللون الابيض وما لقيت ولا عصير باللون الابيض. يعني لا حصل اظن بدي اروح لهنيك حيروق. كثير شغلات باللون الازرق. بس ما في عصير باللون الازرق. بلا عصير. ايه الا ما يلاقي عصير باللون الازرق. يلا جيب عصير باللون الازرق بسرعه. كود تعال بقسم لك اكلات طيبه. كود 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 بسرعه. ليه شوفي جبت لك هذا هذا موف. شوفي خدي خدي. واو هذا تشيبس موف. ليه ليه شوفي شوفي. واو ها واخيرا التقينا. واو انا هذا الفيديو حاسه ممتع. وانا لان شوفي كميه الاغراض اللي عبيتها ولقيتها باللون الابيض. يا محمد شو شايفك؟ ولقيت جاتو شفات جاتو من برا كلياته ابيض فانا شكله كثير بشهي. كثير شكله بشهي. انا كمان ما بصير مو اللون تبعك. بس شوف انا واو انا اللي عندي احلى حلوين. اوه والله احلى حلوين. شفتي لون عربيات حسون كمان؟ حسون كمان اربع عربيات وكلياتها زهق. شو هذا ازرق؟ هني هذا هاد؟ ايه يمكن مي يا عصير ما بنعرف. حسون عباها. انا ساعدته بانه الاقي شيء عصير. عصير ابيض؟ ايه لك شفت لها حسون؟ شو هذا؟ عصير ابيض هذا عصير لونه ابيض. هو مبين مثل تبع مية المساحات او هيك شيء. لا فيتامين فيتامين درينك. تعي تعي اشرح لك. حسون برافو عليك شكرا لك. تعي نوقف على جنب لحتى افرجيكم الشغلات اللي جبناها. انا مستمتع يا جماعه. شوفوا كميه الاغراض اللي جبتها بيضة. والله شايفين العبايه شو بيضة لونها؟ فانا كثير مستمتع بالتحدي بصراحه اليوم وعم فكر نرجع نعيده شي 5-6 مرات. اذا عجبكم الفكره انه اكتبوا لنا تحت بالتعليقات ممكن نعمل نحن الكل مع بعضنا انه بس لون واحد نختار. يارا انا ما عرفت انت وين الاغراض تبعت ليا. انت جايبه اغراض زهر لالي. اه هي اكلات للوش. حتى وجهي يعني ليا حتنضيف. ما لقيتها مو عم طلعت حلوه يعني. هي حبيت اشوف. قلت لها رز كمان. رز للي بس هلا انت شو جبتي اغراض؟ يلا انا اول. هلا اغلبيتهم انا لاحظت انه هن تنظيف. وشو بدك تاكلي؟ حتصفي بالاكل اليوم؟ اي والله نحن بس للاكل جايين. اوه لقيت هاي يومي يومي. واو شوفوا شو لقيت. مكرونز حسون. لك شو بحظها لماما؟ لقيت هدول. في شغلات شوف كمان بسكوت. ما بتطعمينا معها يا ترى ولا ما بتطعمينها؟ لا ما حطعمينها؟ لا لا هذا غش هذا. شوف هاي هلا هي يعني زهر من برا. خلص المهم العلبه الخارجيه من الزهر.
وعصير ليموناد. ليموناد هاد عصير. يا سلام. بس عم شو جايبه العاب لعلي؟ مو العاب هاي. شو هاي؟ هاي بنحط فيها اقلام وهيك. مقلمه. ماما جايبه مقلمه حترجع على المدرسه لك حسون. شوف احلام هاي. مرحبا. لك شو مرحبا ما بتحكي هي بابا؟ شو كمان جبت لك لك هي؟ شو؟ لا لا عم بمزح. شوف هي ما احلاها كمان. شو بدك اياهم هدول؟ ما بعرف لقيتهم بس شو بدي اكل؟ جبت مقلاية زهر. طيب هي المقلاية زهر شو بتعملي فيها؟ يعني اي شيء بتحطيه خلص بصير تاكلي؟ لا لا ما بيصير. بس يعني المهم انه انت ما جبتي شيء اكل. بلا جبت لبن. وجبت فجل. يعني انت اليوم حتاكلي بس مكرون وفجل ولبن. طب للوشة شو جبتي لها؟ للوشة جبنا لها تشيبس موف. شو هذا؟ شو هذا؟ على الدرة موف ما بعرف بقى. ما شو هذا؟ والله غريب بحسهم. شو هذا؟ والله انا ما بعرف. موف؟ واو. وانا شايفة رمية اغراض على الارض اللي تبعتها هونيك. هي على فكرة قبل شوي حضرت شو عملت؟ شو عملت؟ كبيت علبة اللبن على الارض. يا عيب عليك، ليش كبيت الاغراض؟ فجي لبابا شو جبت؟ ليا جابت دواجن لإلك وشمعة. بابا هي الشمعة لإلك؟ انت نقيتيها؟ طب حسون يلا صار دورك، فرجينا انت شو جبت. انا جبت يعني كمان انت جايب شغلات تبع تنظيف حتعطى الضيف. برافو برافو. حيساعدك هي منشفه لانه نشف حالي يعني حتى حالها. هاي شو؟ مي مي معدنيه زرقاء. طبعا اكيد مالي بقلبها ازرق، بس المهم عمل صح حسون، يعني هي زرقاء. منين هي؟ علبتها زرقاء شكلها حرف الحسن. برافو حسون. شو هي بتحطوها بدك تعمل بالبسكويتات؟ جبت هدول، يعني ممنوع اكل هدول بس باكل الزرق. بس بتنقي الزرق منهم بتاكلهم؟ ايه عندي هذا. هذا؟ المضمضة تبع الاسنان. انا هيك. واو. لا ما بصير انت، ما بصير. ليه ما خليتي؟ انت ما خليتيها كل اكلاتك؟ لا ما وافقنا، لا توافق، لا توافق، اوعك توافق حسون، والله حسون اطيب شيء اكلاته اصلا. يعني حاسه رح يقعد وياكل ويذاكرنا. بس تعالوا افرجيكم بقى شو الاكلات اللي انا جبتها. تعالوا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. شوفوا هون شو عندي. اول شغله في عندي هذا الكيك، بيض، حليب، جوز هند، علبه كوكيز، تحت في صوصات، هون في صوص ثوم، جبنه، عصير ابيض، فطر، عصير. جبت هلا هذا ما بعرف، جبت معجون اسنان ما بعرف، ولقيت هذا الحف كمان ما بعرف ايش عندنا الحف ما بعرف، بس هيك لقيت يعني. ما لنا علاقة، انتو ما جبتوا الحق عليكم، انتو غلطتوا، بس انا جبت بوظة. فانا يعني حسيت انه اختياري كان احسن شيء بالالوان، فانا كثير مبسوط بالحدي تبع اليوم. انا كمان حاكل معك اصلا وحاكل مع حسون وهيك. لا ما بصير ما بصير ما بصير ما بصير. هي اول شيء للوش حتبلش باكلاتها. صحة يا للوش. هذا رياكشن على كل الاكلات تبع ليا. صح بابا؟ هذا ياكل الجبنه تبعي. صح ياكل جبنه بقى، ياكل جبنه حسون. هي القصه تبع كلياتها. ويانا انت حتشربي هذا السائل تبع التنظيف معطر غسيل. ولد ايه لونه كثير حلو. ليه شو طعم؟ بالله؟ طيب عم ترشوا انت على فكره هيك، بس يلا ماشي الحال. لا الزهره مثل الازرق عادي. نفس الشيء. شوفي الوش من موجه الاكلات. ايه حسن طيبه؟ يعني سبرايت وفانتا مع بعض، يعني غريبه. اما انا هلا فحاول اشرب حليباتي، عندي كثير كميات اكل فيني اكلها. انا حسن هاي سماح، بس هي لونه ابيض بالفعل يعني. ايه لا احنا هيك ما انت غشيت يعني ما بعرف. المهم يا جماعه انا حرقت هلا باقي اكلاتي، بس خلونا قبل اي شيء نختم الفيديو ونقول لكم انه هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة عشان عائلتنا تكبر. اذا حبيتونا حطونا لايك كومنت شير وسبسكرايب. باي.